فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أحصاه الله ونسوه. ولذلك يا عبد الله كن دائما الاستغفار ودائما الأوبة إلى الغفار، لأنك تعمل تخطئ بالليل والنهار، والله يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار بالليل والنهار، والله أمر الملائكة أن يكتبوا علينا أنفاسنا يعدوها. ولذلك جميل من لزم بوابة للذكر تحط عنه الذنب. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذا إذا رددته 3 مرات غفرت خطاياك ولو كنت قد فررت من الزحف. الله أكبر ذكر قليل، دعاء سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قاله موقنا من ذنبه من نهار فمات قبل الليل وجبت له الجنة، ومن قاله في الليل قبل طلوع النهار موقنا من قلب وجبت له الجنة. لماذا تبقي عليك أعمال أنت تنساها؟ نجلس المجلس الواحد نغتاب فيه وننقلب إلى بعضنا إلى نمام من حيث لا يعلم، وقد يكذب حتى يضحك الناس، وقد يسمع الخنا ويسمع الغنى ويسمع الفحش ويسمع الغيبة، فيخرج من مجلس واحد محمل بالآثام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في آخر المجلس تحط كل الذنب الذي وقع فيه. الله أكبر. إذن أعمالنا التي نخطئ فيها من صغائر وكبائر، هناك مطهرات وكفارات وبوابات للنقاء، فلماذا لا يدخلها العبد؟